السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشتركات العزيزات، أهلا بكم في قناتي، أهلا بكل المشتركات الجدد. اللي ما اشتركتش تشترك وتفعل الجرس ليصلها الجديد، ولا تنسوا اللايكات. واليوم بإذن الله راح ندير لكم حلوى لذيذة جدا وتصلح لسهرة رمضان، لأنها فيها الحشوة تاعها كريمية بياورت وجبن طري، والله لذة. ودرت فيها حبيبات الشوكولا، وراني كنت صورت كيفاه خدمت العجينة، لكن الفيديو تمسح. ان شاء الله هنا انا ضربت 190 غرام، واني نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. 190 غرام زبدة مع 100 غرام سكر جيدا، مع سكر فانيلا، مع رشة ملح وقشور الليمون. بعدين اضفت 4 صفار البيض في العجينة، واضفت 10 غرام خميرة الحلوى، و300 غرام دقيق. يعني عجينة سهلة، هي كلي عجينة، عجينة مرملة صابلي، وهي يجي يذوب في الفم. وبعدين حكمت قسمت العجينة إلى 2، النصف حطيته في كيس وحطيته في الثلاجة، والنصف الثاني قسمته إلى 3 قطع وحطيتها في المجمد، باش من بعد نربطيها فوق الكريمة. هنا العجينة الأولى اللي بردت لي نحلها في قالب، وراني نحط لكم القيس تاع القالب اللي استعملت فيه باش تجيكم مليحة. هنا هاي العجينة راهي مبسة بزاف، راهي تجي تذوب في الفم. بعدين هي عجينة تجي هايلة، وانا صورت كل شيء، وكما قلت لكم الفيديو تمحى للمقادير والعجينة كيف خدمتها. يعني هي عجينة سهلة كما قلت لكم، وراني نكتبها لكم في هذاك ونشرح في صندوق الوصف. هي عجينة صابلي، خدمت الزبدة مع السكر جيدا بالباتر، يضرب الكهربائي، الفانيلا والملح وقشور الليمون. درت فيها قشور ليمونتين كبار باش يعطي ذوق مليح، والله الذوق تاعها حتى كي طيب تشموا الرائحة جميلة للليمون. وانا نحب بزاف الليمون، خاصة قشور الليمون في الحلويات. هنا باش يكون عندي القيس تاع القالب، ما عنديش قالب كيما حبيت، حكمت هذوك تاع اللي يكونوا داخل الورق الشفاف، وحبيتهم واستعملتهم لداخل، وفرشت الورق الطهي. هنا عندي جبن طري، وراني نكتب لكم المقادير المضبوطة، يعني وهي حلوة ناجحة وبمقادير مضبوطة. ضربتهم شوية هكا بالضراب اليدوي. عندي 540 غرام زبادي طبيعي، هنا زدت الفانيلا، وعندي 400 غرام جبن طري، وعندي شوية، وعندي سكر فيها، وفانيلا، و5 ملاعق دقيق أبيض أي فارينة.
وحكمت البياض، البيض اللي قعد لي انا الصفار استعملته في العجينة، ضربت البياض مع 150 غرام سكر. واني كيما قلت لكم طبعا الكريمة ما استعملتش فيها السكر لاني استعملته مع الميرانج، مع هذاك بياض البيض، وهي تجي كريمية جدا وخفيفة. هنا عندي حبيبات شوكولا، هنا مع الجبن الكريمي والزبادي دخلت هذاك البياض البيض، بعدين نحطه فوق العجينة، نضيف له حبيبات الشوكولا. ويعني هذا اختياري، وتقدروا تضيفوا وش تحبوا، حتى يكون عندكم فراولة قطعوه قطع. أنا عندي فراولة مجمدة بعدين تطلق المتاحة، لازم تكون جديدة ماشي مجمدة. تقدروا ما تديروا حتى حاجة لداخل غير لهذه الكريمة، والله جربوها، ننصحكم تجربوها، راهي لذيذة جدا، حاجة خفيفة وخاصة لسهرات رمضان، وخاصة إذا عملتوا فيها فواكه، حتى فواكه مشكلة. وش كان عندكم قصوه وحطوه الداخل. هنا عدلت الكريمة جيدا، والمقادير كما قلت لكم تلقاوهم في صندوق الوصف، واعذروني لما ما تلقاوش في وقت نحط الفيديوهات المقادير، لاني بعض الاحيان نكون مشغولة. هنا العجينة جمدت اللي قلت لكم، نربيها فوق الكريمة، هاني ربيتها أكل وعدلتها، وندخله في فرن 180 درجة ل 30 دقيقة حتى نشوفوه بدا يحمر على الجوانب ومن فوق شوية، وتخرجوه تخليوه يبرد تماما، ثم تحطوا له سكر مسحوق من فوق، وتقطعوه مربعات، وهاو الشكل تاعو النهائي. حاجة راقية ويعني ماهيش مكلفة جدا، يعني مكونات اقتصادية وموجودة في كل بيت. وهذه الكريمة تاعها تجي فشدية لذيذة جدا مع حبيبات الشوكولا هذوك، ويمكن تستعملوا الفواكه، يعني تجي ثاني رائعة. يعني أنا نحب نجرب وندخل كل مرة، وإن شاء الله تجربوا وصفاتي وينجحوا لكم. يعني واني نعطيكم المقادير مضبوطة والوصفات ناجحة، وان شاء الله ربي يقدرنا. ولا تنسوني بالدعاء، والى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس واللايكات، وفي أمان الله.